السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع، والتي نقدمها لكم من متحف بيت البرندة في مسقط. نستهل برنامجنا بأخبارنا الاقتصادية، وتتابعون فيها تدشين خط ملاحي جديد يربط السلطنة بموانئ جنوب آسيا، ووصول أول سفينة محملة بالمنتجات الإيرانية في ميناء صحار عقب تدشين الخط الملاحي المباشر مع ميناء بندر عباس. وهناك موضوعات أخرى مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. لقد أسهمت عمان على امتداد تاريخها الطويل في صنع الحضارة الإنسانية، وكان لأبنائها جهد غير منكور في خدمة هذه الحضارة. فالموقع المتميز لهذا البلد الطيب، والروح النضالية التي حملت العمانيين إلى أقاصي الأرض يجوبون البحار ويمتطون الأخطار فيلمسون بأيديهم ويشاهدون بأعينهم ويخالطون بقلوبهم وعقولهم صنوفا من الحضارات وضروبا من الثقافات وأشكالا متباينة من التقاليد والعادات، كل ذلك كان له ولا شك أثر بارز في البناء الحضاري الذي شاده الآباء والأجداد، وصاغته الأجيال المتعاقبة تراثاً حياً خالداً يجسد ملامح التاريخ، يعبر بصدق عن الثراء الباذخ للتجربة العمانية الضاربة في أعماق الزمن. قابوس 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 يبدي بك شعوري كلامه، يلي انبضت في خير اسمك شرايين، المجد عهد وللمعالي كرامه، وعمان تزهيبك يا تاج السلاطين، عرش المعزة والسلم والزعامة، والجود والإحسان والعدل واللين، جانا وعهد الخير علق وسامح، ينمو في تراب الطهر من عام 70، مد بيده لعمان لاقى نشامه، وعدى بفضله في البلاد الموازين، شد العزوم بحلم فكرة وقامه، وصار البلادي درب كله مودين، دار الرخاء والجود واهل الفهامة، أرض التسامح لي سكنها الكريمين، قابوس عمرها وثبت زمامه، ورد بحكمته كيد كل المعادين من هالبشاشة والصفا والرحامة. سلام الله على من قادنا قدام بالعربات، إلنا نفتخرنا بأصلنا لا قالوا عماني، تحت ظل الزعيم اللي
مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولانا. خط ملاحي جديد يربط سلطنة بمواني جنوب آسيا تم تدشينه في ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة. رعى حفل التدشين معالي السلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار. بعد عام من انتقال أعمال الأنشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس في مسقط إلى ميناء صحار، فإن الحركة الملاحية تزايد في هذا الميناء الواعد الذي أصبح وجهة للكثير من خطوط الملاحة البحرية الدولية. خط ملاحي جديد بين السلطنة وجنوب آسيا عبر ميناء صحار دشنته الناقلة الملاحية التايوانية إفرجين وشركتها سمايتك بعد وصول سفينة الحاويات بحمولة تصل إلى 2500 حاوية نمطية. خط إفرجرين أهميته يعتبر خط مباشر ما بين صلالة وما بين مواني في جنوب آسيا، خاصة في تايوان وفي الصين سنغافورة وفي كذلك كولومبو في سريلانكا، وهذا الخط سوف يربط الخليج كذلك مواني الخليج من خلال ميناء صلالة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهل عملية النقل والتبادل البضائع ما بين السلطنة وما بين الدول الأخرى، وهذا يدعم استراتيجية السلطنة في الجانب اللوجستي. الخط الملاحي الجديد بين ميناء صحار وموانئ جنوب آسيا يعد ترجمة حقيقية لدور الموانئ العمانية كمراكز تصديرية محورية في المنطقة من خلال الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي للسلطنة وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري. هذا الخط سوف يربط صحار بمواني في جنوب آسيا وكذلك في الدول المجاورة والهند. بيكون تقريبا في ضمن عدد الخطوط الملاحية التي سوف تسير إلى ميناء صحار، هذا يمكن يعتبر الخط الثامن، يعني حوالي ثمان خطوط ملاحية من خلال حوالي 20 شركة ملاحة بدأت تسير إلى ميناء صحار. منذ انتقال الشحن ميناء سلطان قابوس إلى ميناء صحار في العام الماضي، والميناء يخطو خطوات جيدة نحو التطوير ونحو ربط السلطنة بمواني عالمية سواء في آسيا أو في أوروبا. الطاقة الاستيعابية الحالية لمحطة الحاويات في ميناء صحار تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، وهو ما يعمل على زيادة حجم الاستثمارات في الميناء والمنطقة الحرة بصحار. هذا واستقبل ميناء صحار عقب تدشين الخط الملاحي الجديد مع جنوب آسيا أول سفينة محملة بحاويات للمنتجات الإيرانية المستوردة لأسواق السلطنة، حيث سيعمل هذا الخط البحري على زيادة حجم التبادل التجاري بين رجال الأعمال في السلطنة ونظرائهم في إيران. اليوم نحتفي بتدشين الخط الملاحي المباشر البحري، وهو خط حاويات، أول خط حاويات بيننا وبين الجمهورية الإيرانية، وإحنا نعول على هذا الخط أنه يكون له تأثير مباشر إن شاء الله على الاقتصاد العماني، لأنه جمهورية إيران قوة اقتصادية كبيرة، وإحنا نتمنى منذ مدة طويلة أن يكون في خط مباشر، لأن من المعوقات التبادل التجاري هو الخط المباشر، فلله الحمد اليوم بدأنا وإن شاء الله بيكون في خط مباشر آخر بين إحدى الموانئ الإيرانية هو ميناء صحار في القريب العاجل إن شاء الله في خلال الأسابيع. إنجازات وتحديات اقتصادية ناقشتها ندوة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة. الندوة التي نظمها مجلس الشورى تناولت كذلك أهمية فتح مجالات أوسع للاستثمار الخليجي والتسهيلات الجمركية وغيرها من عوامل إنجاح السوق. مشروع السوق الخليجية المشتركة وكيفية استفادة مواطني دول المجلس من مختلف مجالاتها كانت من أهم محاور الندوة التعريفية لإنجازات وتحديات التكامل الاقتصادي بدول المجلس. الندوة هذه تأتي أهميتها من خلال إطلاع أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس الدولة بما حققه مجلس التعاون الخليجي في الجانب الاقتصادي والتحديات التي تواجه مجلس التعاون في هذا الجانب.
بصراحة أيضا إحنا يعني ارتحنا كثير للتفاعل اللي حصل بين أعضاء المجلسين والأمانة العامة والأسئلة التي طرحت، والحمد لله في نظرة تفاعلية لمجلس التعاون الخليجي. الندوة تناولت أيضا ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء، وضوابط السماح للبنوك الوطنية لدول المجلس بفتح فروع لها، كما تطرقت إلى تنظيم تملك العقار لأغراض السكن والاستثمار. باختيار موضوع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ليكون الشأن الخليجي المشترك الأول الذي تستعرض المجالس مسيرته المشتركة والإنجازات التي تحققت خلالها وما قد يعترض. الندوة التعريفية جاءت ضمن قرارات المجالس التشريعية الخليجية خلال اجتماعهم الثامن بالدوحة عبر زيارات للدول الأعضاء لإطلاعهم على مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس. ارتفاع عدد رواد الأعمال المسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 15,000 حتى الأسبوع الماضي، أعلن ذلك لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان خليفة بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عدد المسجل في قاعة بيانات تتجاوز 15,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. في العام الماضي الهيئة دربت في حدود 1600 رائد ورائدة عمل، وكذلك شارك أكثر من 500 شركة ومؤسسة في المعارض والفعاليات التي قامتها الهيئة. هناك خطة تم وضعها لتدريب عدد من رواد الأعمال في مجالات متنوعة، بعضها يتعلق بريادة الأعمال وبعضها يتعلق بإدارة المؤسسات والتسويق والترويج وكذلك المالية والمحاسبة. حاليا يتم تنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص لإقامة برامج مشتركة، وقريبا سوف يتم الإعلان عن هذه البرامج. مكسب جديد سجله مزارعون عمانيون من محافظتي شمال وجنوب الباطنة بحصولهم على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة التي تمنحها مؤسسة جلوبال جاب العالمية. الشهادة التي حصل عليها المزارعون تأتي تنفيذا للمتطلبات الفنية في المزارع، وذلك تحقيقا لمنتج أكثر أمانا ومراعاة للصحة العامة والبيئة. حاز عدد من المزارعين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة على الشهادة الدولية في الممارسات الزراعية الجيدة والتي تمنحها جلوبال جاب، وهي مؤسسة عالمية تشجع المزارعين ليكونوا روادا في ترجمة متطلبات المستهلك بصورة ممارسات زراعية جيدة. يفيد مشروع اقتصادي ممكن أن نفتح أسواق في الخارج، خارج السلطنة، لأن احنا كنا أول مقتصرين على البلد داخل البلد وفي الدول المجاورة اللي هي دبي. فالشهادة هذه ممكن تفتح لنا أسواق خارج، اللي هي خارج الخليج عموما. مشروع تطبيق نظام الممارسات الزراعية التي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة يهدف إلى مساعدة المزارعين في تطبيق الممارسات السليمة للحصول على منتجات زراعية آمنة خالية من الملوثات الكيميائية. تم تأهيل طبعا عدد تقريبا 10 مزارع، هذه المزارع طبعا اجتاز منها حتى الآن 8 مزارع لعمليات التفتيش الدولية التي تجري حاليا، ولله الحمد طبعا جميع 8 مزارع حصلت على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة. إلى الآن أنا عملت مراجعة على 7 مزارع فقط، السبع مزارع دول كان مستواهم جيد جدا، كنت أنا مندهش جدا على النجاح اللي قدروا تحققه الحكومة بالتعاون مع شركات، أعتقد في شركات خدمية ومستشارين جايين من الخارج، فكانت مفاجأة لي أن في مزارع عمانية بهذا المستوى المشرف يعني في سلطنة عمان. تعد هذه الشهادة طريقا ممهدا لبقية المزارعين لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع السلطنة، ومطلبا رئيسا لدخول المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم وتسويقها، وبالتالي منافستها للمنتجات العالمية من حيث الشكل والجودة.
استعرض المجلس البلدي بمحافظة مسقط مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي وما يتصل به من تطوير الوجهات القريبة من المشروع، خاصة حارة الشمال بولاية مطرح لتكون متجانسة مع مشروع تطوير الميناء. كما بحث المجلس عدة مواضيع من بينها مطار مسقط وآخر ترتيبات الجهات المعنية لزيارة طاقته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر يوميا. واستعرضت اللجان المعنية في المجلس مشروع سكة الحديد المزمع إنشائها والتي تهدف إلى تطوير منظومة النقل في السلطنة ومشروع الصرف الصحي والمناطق التجارية في ولاية العامرات. تراس الاجتماع مع المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط. أكبر سفينة ركاب سياحية على مستوى العالم ترسو في ميناء السلطان قابوس، وعلى متنها أكثر من 4000 سائح من جنسيات متعددة وثقافات متنوعة. وزارة السياحة أعدت برنامج استقبال للسفينة وفعاليات مصاحبة للسياح الذين أشادوا بالخيارات السياحية المتعددة في السلطنة وترحيب العمانيين بالزائرين. كوانتم أوف ذا سيز، شامخة تبدو من بعيد بعلو طوابقها 16 وهي ترسو على ضفاف السلطنة التي تزورها سنويا سفن سياحية عملاقة لما تحظى به من طبيعة متنوعة وخلابة تجعل منها موقعا مميزا على الخريطة البحرية. مسقط تتميز بالدمج ما بين التراث العربي الأصيل القديم والحضارة الحديثة، فيها مرافق حديثة وأيضا محتفظة بطابعها الأصيل، فالسائح دائما يبحث عن ما هو تراثي وما هو تقليدي بحيث أنه يتمتع بهالأشياء اللي يسمعنها بس ما شايفها. تتميز أيضا عمان بوجود بيئات مختلفة، شيء يصلح للشتاء وشيء يصلح للصيف وشيء يصلح للربيع، من صلالة الجبل الأخضر نزوة إلى مسقط والساحل، ففيها كل الأشياء اللي يحبونها السواح يشوفونها. مسقط المرافق اللي فيها، الميناء اللي فيها، عمل تسهيلات كبيرة لوصول سفينة بهالضخامة زي ما انتم شايفين، فوق 4900 راكب تقف هنا بكل راحة، وتسهيلات في الدخول والطلوع. أكثر من 4000 سائح من جنسيات متعددة وثقافات متنوعة على متن السفينة الأكبر من نوعها على مستوى العالم تحط رحالها في ميناء السلطان قابوس بمطرح الذي أصبح وجهة سياحية مهمة لخطوط السفن السياحية الدولية لما يقدمه من تسهيلات وخدمات تضاهي بشهادة الضيوف أفضل المحطات في العالم. وزارة السياحة أعدت برنامج استقبال للسفينة وفعاليات مصاحبة للسياح الذين أشادوا بالخيارات السياحية المتعددة في السلطنة وترحيب العمانيين بالزائرين. السلطنة لها المميزات والإمكانيات التي ممكن أن تستقطب هذا النوع من السياحة، ولله الحمد خلال الموسم الفائت استقطبنا عدد حوالي أكثر من 300 ألف سائح في مختلف موانئ السلطنة، سواء كانت مسقط أو صلالة أو خصب. فبالتالي هناك جهود ترويجية تقوم بها الوزارة للترويج عن هذا القطاع، وتقوم بالتنسيق مع العديد من شركات السفن السياحية للترويج عن السلطنة كوجهة لهذا القطاع، وأيضا مع الجهات المعنية بالسلطنة. السفينة التي تتبع شركة رويال كاربيان العالمية تتسم بالمميزات التكنولوجية المبتكرة وتتسع لنحو 5000 راكب، وتبلغ سرعتها 22 عقدة أي ما يعادل 41 كيلومترا بالساعة. لقد كان واضحا لدينا أن مفهوم التراث لا يتمثل فحسب في القلاع والحصون والبيوت الأثرية وغيرها من الأشياء المادية، وإنما هو يتناول أساساً الموروث المعنوي من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوها مما ينتقل من جيل إلى جيل، وأن المحافظة الحقيقية على التراث لن تتم ولن تكتمل إلا بعطاء كل مفردات هذا المفهوم حقها من العناية والرعاية.
سلطاننا معروف صادق نظامه، تاريخ لا مقدام فاق النياشين، وافي بعطفه للجميع اهتمامه، كلنا كبير صغير عنده عزيزين. شوف الطفل لا شاف أبدى احترامه، يضرب تحية للمعظم باليمين، وشوف الشعر معطي بذكرى انسجامه، وصفه يفوق إحساس كل المضامين. قابوس وردنا الهمم والشهامة، خلفه بواسل طوع عمره سديدين، لله دره نحن درعه وحزامه، رمحه حماته في وجوه المكيدين. شوفوا عيوني يلوح فيها غرامه، مولا يحبك ما تحكره دواوين، رايه ترف وكل يقول دامه. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى صفحاتنا المحلية لهذا الأسبوع، ونتابع فيها جملة من الموضوعات، من بينها: بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم، اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني تعلن اعتماد شعار العيد الوطني 45 المجيد. كما تتابعون، وزارة الإسكان تتلقى طلبات إثبات وتسجيل الملك إلكترونيا حفظا لحقوق المواطنين. وهناك موضوعات أخرى مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني اعتماد شعار العيد الوطني 45 المجيد 2015. وصرح سعادة الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني لوكالة الأنباء العمانية بأن المقام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تفضل باعتماد الشعار،
ونوه سعادته بأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني قامت بطرح مسابقة عامة لتصميم الشعار وتلقت مجموعة من التصاميم. وأضاف سعادته أنه سيتم التعميم على الجهات الحكومية نحو إبراز الشعار في مطبوعاتها الرسمية خلال عام 2015. أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ونص على المواد التالية: أولاً، يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى. ثانياً، يحدد مبلغ 100 ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح ولمرة واحدة، كما يحدد مبلغ 150 ريال عمانياً كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت. ثالثاً، القرار نظم قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في 6 أقسام، هي: استخدام اللوحات الإعلانية، وضع مواد إعلانية، الالتقاء بالناخبين، رابعاً، نشر الإعلانات في الصحف المحلية، خامساً، النشر في وسائل الاتصالات، سادساً، قواعد عامة أهمها الفترة والأماكن المسموح للدعاية الانتخابية. بدأت وزارة الإسكان تلقي طلبات إثبات وتسجيل الملك إلكترونياً، وذلك عبر مكاتب البريد في جميع محافظات السلطنة. عملية التسجيل تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وحماية أراضي الدولة من الحيازات غير المشروعة. طلبات إثبات الملك أصبحت متاحة أمام المواطنين إلكترونياً عبر مكاتب البريد، وذلك ضمن خطط وزارة الإسكان للحفاظ على الحقوق وصيانة أراضي الدولة من الحيازات غير المشروعة وتنظيم طلبات ادعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع عليها. من 1/6/2015 إلى 31/12/2015 ستستقبل الوزارة جميع طلبات إثبات الملك المقدمة من المواطنين، وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات السلطنة والبالغ عددها 88 مكتب بريدي. هذه الإجراءات ستتم إلكترونيا حقيقة، الاستمارة ستكون إلكترونيا، وعلى المواطنين أيضا أن يتوجهوا إلى مكاتب البريد مصطحبين معهم الوثائق اللازمة لذلك. كل الطلبات المستوفية للشروط القانونية المسجلة في دوائر في المديريات العامة للإسكان بالمحافظات، إن كانت مكتملة لجميع الشروط القانونية فتعتبر مسجلة وسيتم النظر فيها من خلال دوائر إثبات الملك الجديد. وتنص الإجراءات على إثبات وتسجيل الملك للمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1970، مع وجود إجراءات قانونية للمخالفين. مادة 28 من المرسوم السلطاني 56/2014 نصت صراحة على كما يلي: كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض مستعينا بشهادة كاذبة أو وثيقة مزورة يسقط حقه فيما سعى إليه، وتطبق عليه العقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من 500 ريال إلى 10,000 ريال، وتزال أيضا الحيازة على نفقة المخالف. المشرع كفل للمتظلمين، للمواطنين الذين طلباتهم تم رفضها، أن يتظلموا أمام معالي الشيخ الوزير خلال المدة المحددة في القانون، وثم للمواطن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن يرد عليه أو عدم الرد عليه خلال المدة المحددة في القانون. وتؤكد وزارة الإسكان أنها لن تستقبل الطلبات في مديرياتها ودوائرها بشكل مباشر مع تطبيق الإجراءات الإلكترونية، وذلك لحفظ حقوق ومستندات المواطنين وتسهيل عمليات التسجيل وتسليم وصول المستندات ومتابعة سير المعاملة.
اعتمدت اللجنة الفنية المعنية بالتخطيط العمراني بوزارة الإسكان 13 مخططا تفصيليا لتوفير أكثر من 16 ألف قطعة أرض لمختلف الاستخدامات لتوزيعها على المواطنين المستحقين خلال الفترة المقبلة. المخططات المعتمدة تشمل مخطط مرتفعات الدقم بولاية الدقم في محافظة الوسطى ومخططين آخرين في ولاية بهلا وإزكي بمحافظة الداخلية ومخطط في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ومخطط في ولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية بالإضافة إلى مخطط في ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة ومخطط آخر في ولاية خصب بمحافظة مسندم. كما استعرضت اللجنة أيضا مواضيع تتعلق بالمخططات وآلية تغيير استخدامات الأراضي والارتفاعات. ترأس الاجتماع سعادة المهندس سيف بن عامر الشخصي وكيل وزارة الإسكان. في نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية بالسلطنة، بدأ المركز الوطني للطب وجراحة القلب في استقبال المرضى والمراجعين. المركز يضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة ويهدف للارتقاء بالمستوى الصحي في مجال أمراض وجراحة القلب وتوفير البيئة المناسبة للمرضى. تطورات مستمرة وإضافات نوعية تشهدها الخدمات الصحية في السلطنة، فها هو المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني يبدأ في استقبال مراجعيه مجهزا بأفضل التقنيات الحديثة التي من شأنها أن توفر أفضل الخدمات الطبية. المركز طبعا نقلة نوعية في العناية بالأمراض القلبية سواء العلاج الطبي أم الجراحي، ولله الحمد وبفضل جهود العاملين في المستشفى السلطاني وزملائهم في الوزارة تم نقل كافة المرضى من المستشفى السلطاني إلى مركز القلب وبسهولة وبسلاسة وبتعاون الجميع. المركز الذي يقيم على مساحة بناء تجاوزت 21 ألف متر مربع بلغت تكلفته الإنشائية حوالي 26 مليون ريال عماني، ويتكون من 3 طوابق رئيسية حيث يشتمل على العيادات الخارجية ومختبرات طبية وأقسام للأشعة ووحدات للعناية الفائقة، كما يحتوي على 4 غرف لعمليات القلب ومثلها لعمليات القسطرة، ويتوفر به أكثر من 140 سريرة. بدينا عمليات القسطرة من أمس ومن أول أمس، وبدينا العمليات الجراحية من أمس، والحمد لله الأمور جيدة، ونتمنى إن شاء الله أن المركز يقدم خدمات راقية جدا على مستوى عالمي في جميع تخصصات أمراض القلب. المركز الوطني لطب وجراحة القلب ينتظر منه أن يؤدي دوره عبر طاقم طبي مختص في توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى القلب في سائر فئاتهم العمرية. هذا وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن الوزارة نجحت في تقليص فترات انتظار المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية فيما يخص أمراض القلب. تم افتتاح مركز القلب في صلالة وفي محافظة ظفار، إلى اليوم ولله الحمد لا توجد قوائم انتظار سواء للقسطرة أو لغرف العمليات. مع الزملاء هنا الأخ مدير عام المستشفى السلطاني والزملاء العاملين في وحدة القلب سواء الجراحين أو الأطباء، نأمل ونسعى أنه على نهاية العام هذا أيضا تتقلص قوائم الانتظار، على الرغم أنه وصلنا مستوى يعني ممتاز جدا جدا في قوائم الانتظار بما يتعلق بالقلب. كمثال الفحص التلفزيوني للقلب الانتظار كان 18-14 شهر، اليوم أصبح ولله الحمد في محافظة مسقط 2 فقط. القسطرة أيضا في تطور مستمر لقوائم الانتظار. جراحة القلب هناك بعض المعوقات التي ما زالت تواجه الوزارة وهي قلة الكوادر البشرية المؤهلة، وهذا طبعا النقص على مستوى عالمي، ولكن الوزارة تسعى بالتواصل مع كافة الجهات وأيضا البحث في خارج الدول التي كنا متعودين على استقطاب كفاءات منها، هناك اتجاه لدول أوروبية، ونأمل أن يتم تدعيم هذا المركز بالكفاءات التي يحتاج لها، وهناك بعض الأطباء الذين تم التعاقد عندهم وسيتم التحاقهم بالمركز قريبا بإذن الله. وافق مجلس الدولة على مقترح التشريعات المنظمة للقوى الوطنية في القطاع الخاص وعلى إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة.
المجلس ناقش خلال اجتماعه تشكيل لجنة لإعادة صياغة المشروعين، واستعرض أهم النقاط التي شملها المقترح في المجالين التشريعي والرقابي. كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بأعماله ولجانه الدائمة، وعلى تقرير اللجنة الخاصة بمراجعة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2013. ترأس الاجتماع مع الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. تشغيل مطار صلالة الجديد في 15 من يونيو الجاري، أعلن ذلك معالي الدكتور أحمد بن محمد الخطيسي وزير النقل والاتصالات خلال زيارة تفقدية لمشروع المطار. وأكد معالي أنه سيتم نقل الحركة الجوية من المطار القديم إلى المطار الجديد الذي يشتمل على مبنى للمسافرين بمساحة 65 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 2 مليون مسافر سنويا، ومدرج رئيسي بطول 4 كيلومترات يستوعب جميع وأحدث أنواع الطائرات بما فيها A380. كما زود المطار بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها من الخدمات حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. التعامل مع وسائل الإعلام واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها محور حلقة عمل نظمها الادعاء العام لأعضائه بمجمع الإدارات في مسقط. الحلقة عبر ورقتي عمل أعدهما قطاع الأخبار في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قدمت رؤية واضحة حول آلية التعامل مع وسائل الإعلام، كما أكدت أهمية كسر حاجز التردد في المقابلات التلفزيونية والإذاعية وتوطيد العلاقة مع شتى وسائل الإعلام وعدم التردد في تقديم المعلومة بصورة واضحة ومن مصدرها الرئيسي درءا للإشاعات والمعلومات المغلوطة. الحلقة نظمت تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. التاريخ الشفوي مشروع وطني يهدف إلى توثيق جانب مهم من التاريخ العماني من خلال تسجيلات روايات كبار السن وأصحاب التجارب والخبرات من العمانيين. رعى المناسبة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. عند ذكر التاريخ عادة ما تتبادر إلى الأذهان الكتب والمؤلفات والوثائق والمجلدات، دون الانتباه إلى التاريخ الشفوي المروي الذي يمثل أحد أهم مفاهيم التاريخ عبر العصور، باعتباره العلم الذي يوثق الحياة الإنسانية ويتتبع حركة الشعوب وتقدمها. والذاكرة العمانية ذاكرة حية حاضرة في مختلف الميادين والمجالات، ويأتي مشروع التاريخ الشفوي كأحد المشاريع الهامة على المستوى الوطني تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الهيئة في توثيق الذاكرة الشفوية العمانية والوقوف على واقع الوثيقة الشفوية والمخاطر التي تتعرض لها والعوامل التي تؤثر فيها والأسباب التي أدت إلى عدم الاستفادة منها. المشروع الذي انطلق عام 2011 يرصد الرواية في كافة الجوانب التاريخية المرتبطة بحياة الإنسان في الثقافة والسياسة والاقتصاد والزراعة والرياضة والعادات والتقاليد والنشاطات اليومية، وذلك إما برؤية الراوي لمجريات الأحداث أو مشاركته فيها أو معاينته لموقع الحدث بعد وقوعه. ويعمل مشروع التاريخ الشفوي على توثيق ما يسرده الرواة باستخدام أحدث أدوات الحفظ والتوثيق بهدف الحفاظ على المعلومات والمعارف الشفوية التي تضيف رصيداً آخر للرصيد الوطني من الذاكرة المحفوظة.
نستطيع أن نقول على أن حجم المادة التي استطعنا الحصول عليها من خلال المقابلات التي أجريناها مع مختلف الرواة هي مادة كبيرة ومادة غنية ومادة واسعة في مختلف مجالات التاريخ العماني، سواء كان هذه المجالات هي مجالات سياسية، مجالات إدارية، ومجالات اقتصادية وثقافية وزراعية وأيضا بحرية وفنية. التاريخ الشفوي نجده في تلك الذكريات التي ما زالت بيننا، هم من كبار السن وأصحاب التجارب والخبرات الذين عاصروا وعايشوا أحداثا ووقائع في التاريخ أو عاصروا من شهدها، فهم كتاب ناطق بالتاريخ. التاريخ حد ذاته لكل الشعوب وثروة، وثروة قومية كبيرة جدا، فكل تأكيد حفظ التاريخ توثيقه واستفادة مش للجيل الحالي وإنما الجيل القادمة يستطيع منهم أن يحلوا أشياء كثيرة عن ما يقوم بأي بحوث ودراسات. وعمان دولة لها تاريخ وجذور كبيرة جدا، سواء من ناحية الجغرافية أو من ناحية السياسية. لولا التاريخ المحفوظ لذهب كثير من التاريخ الذي تتناقله الأجيال. ويأمل القائمون على المشروع أن يعود بنتائج كبيرة على الذاكرة العمانية وحفظ الإرث الحضاري العماني، ليبقى تاريخ الوطن محفوظاً لا يتأثر بعوامل الزمن ولا يلفه النسيان، وليكون متاحاً للباحثين عن المعرفة. وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نجيزها لكم في الفقرة التالية.
العربات إلينا نفتخرنا بأصلنا على قالة وعماني تحط للزعيم من اللي علينا غيث أهل هتان سندنا سيدي. إلى هنا وصلنا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من بيت البرندة في مسقط. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل والمخرج هلال المالكي. إلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله. سكنا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. سلام 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 الله عليها بين أهل الأوطان علمها بالسماح حر رقى من دون